اليوم بالمسائي والصباحي حبيت اعطيهم فيجوال بيسك دوت نت. طبعا حصص خلصوا في المسائي هلا، بس بستنى هذول الطلاب عشان يطبقوا البرنامج اللي عملناه. هذا برنامج للراندوم نمبر، توليد ارقام عشوائيه، ويعني على نظام اسئله عشان البرنامج بهذا الشكل. يعني بولد ارقام عشوائيه هون وبحل الطالب هون السؤال وبتحقق بيعطيه انه صح او غلط. يعني هذا زي مقدمه لاستخدام الراندوم نمبر، جنريت راندوم نمبر، وكمان لحساب المعدل. طبعا هون الطلاب حصتي خلصت، بس الطلاب منهمكين حتى مش شايفيني بصور، بيشتغلوا. برافو عليك. ديم سم از انتجر، علمتهم شو يعني اوبجكت، شو يعني كلاس، شو يعني variables، شو يعني data type، كيف بنستخدم المتغيرات، شو الفرق بين استخدام المتغيرات في مختلف الداتا تايب يوفروا resources، او مثلا يعني مثلا انه كيف اني انا بقدر اعرف string لكل المتغيرات، بس لازم اذا ما بدي استخدمها string اعرفها integer عشان ما استغل كل resources او الرام، او يعني يكون loading تبع البرنامج اسرع. اشتغلوا الطلاب هون، هاي حمزة بيشتغل كمان. طبعا البرنامج اللي بيشتغلوا عليه حاليا هو برنامج بسيط لحساب معدل طالب. هلا لا، لانه شغال يا علي ما بتقدر تعدل عليه، لازم توقف البرنامج. طالب يحكي لك لا هاي انفاليد، ايش اول شيء بتوقف البرنامج، شو بدك تعمل؟ اكتب يعني ارقام وصير. هيك شغال. يعني كنت بحكي لهم عن الداتا تايب، انه كيف مثلا لما بدي اعرف انتجر لازم استخدم ارقام صحيحه، بينما بدي اعرف سترينج ممكن نستخدم ارقام صحيحه، وممكن نستخدم ارقام عشريه، وممكن نستخدم احرف، ممكن استخدم كلمات، ولكن سترينج بيحجز بالذاكره اكثر من اللي هو الانتجر. فبالتالي اذا كان البرنامج تبعي كبير كثير بفرق في اللودينج، وبفرق في الريسورسز اللي راح يعملها كيوبيشن في الاجهزه.